تفاصيل جديدة ونارية وصادمة عن انتقال حكيم زياش إلى العملاق الأسباني ريال مدريد. حكيم زياش ووكيله يعلنوها بأنفسهم. هنعرف كل هذه التفاصيل من خلال هذه الحلقة النارية، كذلك هنعرف التصريحات الجديدة لبيريز رئيس ريال مدريد حين تم سؤاله في الصحافة الأسبانية عن اقتراب النجم المغربي حكيم زياش من ملعب السنتياغو برنابيو معقل ريال مدريد. عن كل هذه التفاصيل سنتحدث، ولكن كالمعتاد وفي البدايات انزل اعمل لايك وفجر زر اللايك، بل فجر زر الاشتراك ايضا، وانضم لعائلتنا محبي زياش وحكيمي زياش اند حكيمي لافرز، وتابع معانا الحلقة الى نهايتها. طبعا النجم المغربي حكيم زياش بيعيش الآن حالة صعبة جدا في فريقه تشيلسي وتحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل. بعد ما حكيم زياش كان بياخد الفرصة وكان أثبت للجميع إنه أحد أفضل لاعبي العالم، مش بس أحد أفضل لاعبي البريمير ليج، عاد توخيل الظالم من جديد وأبقى حكيم زياش مباراتين متتاليتين على دكة البدلاء. ولذلك حكيم زياش بعد انتهاء المباراة أمس تشيلسي ونورويتش سيتي نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على انستغرام تحت عنوان تحدي جديد قريبا. وبالتالي يعلن حكيم زياش من خلال هذه الجملة عن اقتراب رحيله من تشيلسي. وفي كلام في الصحافة الأسبانية ان حكيم زياش انهى كل اتفاقاته مع فريق ريال مدريد وانهى كل طبعا اتفاقاته الشخصية مع الريال، ويتبقى فقط الاتفاق مع إدارة ريال مدريد مع إدارة تشيلسي. بيريز كان ليه تصريحات حول هذا الأمر وأكد بأن حكيم زياش هو الصفقة الأولى لريال مدريد في الصيف المقبل.